إطار الحديث المشترك والعمل المشترك بين لواء حيفا مديرة اللواء والتفتيش العربي في لواء حيفا ورئيس المجلس وطاقم المجلس المحلي في كفر قرع، اتفقنا في الصيف الأخير على إقامة لجنة خاصة لفحص كل ما يتعلق بالتعليم فوق الابتدائي في البلدة. هذا يشمل موضوع الإعداديات، موضوع المدارس الثانوية، التعليم التكنولوجي الموجودة في كفر قرع، أي هيكلة من جديد لكل ما يتعلق بالتعليم فوق الابتدائي. لا شك أن هنالك نقاط ضعف ونقاط قوة في كفر قرع. كفر قرع كانت من أكبر القرى العربية، التجمعات العربية في البلاد التي تصدر، ما أستطيع أن أقول، أكاديميين. وللأسف الشديد في ال10 سنوات الأخيرة كان هنالك تراجع في هذا الموضوع. نريد أن نفحص هذا الشيء. لأول مرة أعتقد أنه تقام لجنة مهنية بهذا المستوى في لواء حيفا، في الوسط العربي على الأقل في لواء حيفا. تم اختيار السيد رامي بن جيرة بالتشاور بينه وبين مديرة اللواء على تعيينه كرئيس للجنة بمشاركة مفتشين في البلد وكل ما يتعلق بمنع التسرب وكل ما يتعلق بمساعد رئيس البلدية لشؤون التربية والتعليم، مدير قسم المعارف، المسؤول عن التعليم التكنولوجي، أي أن هنالك طاقم مهني سيعمل في هذا المجال، وأن يقدم توصياته لمديرة اللواء لرئيس المجلس المحلي خلال أشهر معدودة، أي أن من المفروض أن يبدأ تطبيق هذه التوصيات من السنة الدراسية القادمة. أعتقد أن موضوع التميز في كفر قرع من ناحية واحدة، وموضوع إعطاء أجوبة ملائمة للطلاب أصحاب النتائج المحدودة، متدنين النتائج، أعتقد أن هذا هو واجب على جهاز التربية والتعليم في كفر قرع. يجب أن نمنع بكل ما نستطيع، كل ما نستطيع من قوة، نمنع خروج طلاب متميزين من البلدة، وإعطاء جميع الأجوبة، جميع الأطر المساعدة لطلاب كفر قرع داخل كفر قرع. هنالك أرضية ممتازة جدا لهذا التغيير، وأعتقد أنه آن الأول. السيد أرسلني إعدادات مركز التفتيش العربي في لواء حيفا بوزارة المعارف، شكرا لك. شكرا لك. أي سجيم أمود له مودديم جل جل تلميذي كفر قرع بفراد بنصر جل بغويوت يتصو تخوشة شتخصص لعשות מעשה. והמעשה של שיתוף בין המחוז לבין הרשות המקומית, מכנסים סביב שולחן עגול את אנשי החינוך. אנחנו מתכוונים להקים, לייצר מסמך עקרונות שבו יש התייחסות לטווח הקצר לתשע"ו ולטווח הארוך במהלך ה3 שנים הקרובות, מה אפשר ומה צריך לעשות כדי לשפר את מערכת החינוך העל-יסודית ביישוב. אני באופן אישי אופטימי מטבעי, כך שאני מאמין שאם כל האנשים יהיו מפוקסים סביב היעדים וינקו את הרעשים מסביב, אני מאוד מאוד שמח שראש המועצה פתח וישב בראש השולחן. בלי המטריה שלו, בלי הגיבוי שלו, בלי התמיכה שלו, לא ניתן לעשות שינויים כאלה. ואני חושב שבסופו של דבר זה מעיד על באמת תפיסה שהיא נכונה מבחינת החינוך, וגם על האומץ לב שהוא הולך לעשות מעשים שחלקם לא יהיו פופולריים. אני אשמח, אני רואה בזה אתגר, ואני אשמח לסייע ככל שאני יכול לעשות.